السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. حياكم الله. بعد أن ارتفع الدولار مقابل الدينار إلى مستويات قياسية واتخذت الخزانة الأمريكية وسيلة ابتزاز وورقة ضاغطة تقوض نجاحات الحكومة العراقية، تغيير الملف المالي من هيمنة واشنطن اجت قرارات وخطوات مجلس الوزراء باعتماد سعر صرف ب 1300 دينار متممة لتلك الجهود ومنسجمة مع الخطر الذي يشكله السعر السابق على الطبقات الهشة من المجتمع وحركة الأسواق. وما هي إلا دقائق معدودة تلت القرار سابق الذكر حتى تحرر العراق من قيود الدولار لدرجة انحدار سارع المواطنون معها في بيع ما يمتلكونه من عملة صعبة. أما المضاربون فتبدو الحيرة واضحة على محياهم بعد أن وجدت الخطوات المصرفية والإجراءات السياسية مخارج هادئة لأزمة خانقة أرادت واشنطن أن تضغط بها على عصب الحياة في العراق. وهذا ما وصف رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي الشيخ الدكتور همام حمودي أنه قرار حكيم وشجاع ومن شأنه أن يعيد ثقة الشعب بالعملة الوطنية وبقدرة الحكومة على إدارة الأزمات وحماية المصالح العامة. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة لحصاد هذه الليلة راح نتحدث عن تنفيذ الالتزامات اللي أتت بالبرنامج الوزاري، فإن رئيس الوزراء يعمل على إعادة الأوضاع القانونية إلى نصابها في إدارة المحافظات عبر بوابة الانتخابات المحلية. ورغم عسر المهمة وتشابك الأسباب المؤيدة والرافضة إلا أن الصورة شبه مكتملة ولا ينقصها إلا اللمسات الأخيرة واللي تتمركز أغلبها في صياغة قانون الانتخابات للمجلس أو المجالس المحلية. فالقوى السياسية حسمت أمرها تحضيرا لانتخابات الخريف، وهو ما بدا واضح من مخرجات الاجتماع الأخير لائتلاف إدارة الدولة اللي اشترط فيه السوداني توفر معايير تضمن الوصول بالعملية الانتخابية لأقصى درجات النزاهة والشفافية. هاي ملفات مشاهدي الأحبة راح نتابعها في حصادنا لهذه الليلة، تفضلوا بقاء ويانا ومتابعتنا. بعد أن هوى الدولار أمام الدينار استجابة لمقررات حكومية وإجراءات نوعية، تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي عناوين بارزة تثمن هاي الخطوات اللي دعمت العملة المحلية وضيقت الخناق على المتلاعبين بالعملة الأجنبية. فمن شأن القرار أن يعيد الحياة للأسواق التجارية اللي أصابها الركود ويخفف أيضا عن كاهل الطبقات الفقيرة غلاء الأسعار. خلونا مشاهدي الأحبة نفتح هذا الملف ونناقشه مع ضيوفنا الكرام، لكن بعد أن نشاهد استطلاع الرأي اللي عادة أن الزميل نوح الشمري. يعني فهسه بنخفض السوق وصار إلى مستوى سعر يمكن 140 أو 135 أو هذا سهل المواطن بتخفيض كل المواد الغذائية بكل شغلات الموجودة. هذا راح يسهل المواطن الكائن المواطن من قوده، يعني مثل ما يقول كمان كموظف ككاس وكهاي، هذا راح يسهل الامر هواي بكثره. الناشط المدني حسين الشمري، اليوم نريد نحكي على سعر الدولار وانخفاض قيمته. نتمنى احنا يعني كمواطن عراقي اتمنى ينخفض الدولار، لان هذا له علاقه مباشره بقوت المواطن. والله الحمد لله والشكر، يعني اليوم يعني كان يعني كل المواطنين فرحين بهذا ونتمنى انه ينزل يعني هذا، ونشكر كل من يساهم في دعم هذا الموضوع ويشارك في تخفيض سعر الدولار وزياده قيمه الدينار العراقي. الفقراء وحدهم ان شاء الله سينالون قدرا طيبا من هذا القرار، وهذا وحده كاف لترجيح إجراءات الحكومة الحالية نحو الأحسن. فرحة كبيرة إذا نزل الدولار اليوم، من خلال معلوماتنا بمكاتب الصريفة بأن الدولار نزل إلى 148 إلى 100، وإن شاء الله أكو فرحة ينزل بعد الدولار أكثر، وهذا كله يصب بمصلحة الفقير، لأن الفقير اليوم ما يقدر يتحكم بالدولار، لأن الدينار العراقي هو اللي مسيطر على الوضعية الموجودة في البلد وتعامل العملة. اليوم تم تخفيض سعر صرف الدولار إلى 130 ألف دينار لكل 100 دولار، وبالتالي لا حجة بعد يعني للتجار الجشعين. نتمنى المزيد، إن شاء الله تكون هذه الحكومة محققة لما
برنامجها الحكومي، وهذا ما يريده الشارع العراقي بصورة عامة، الشارع المنصف، الشارع الموضوعي. مجددا حياكم الله مشاهدينا الاحباء، ارحب بضيوفي الاكارم الدكتور مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصاديه، انضم معي عبر الاقمار الصناعيه مباشره، حياك الله دكتور. وكذلك الاستاذ عادل مانع عضو ائتلاف دوله القانون، ضيفا كريما في الاستوديو، اهلا ومرحبا بك استاذ عادل. وضيفا كريما في الاستوديو ايضا الاستاذ محمد البغدادي المشرف العام للمركز الوطني الاقتصادي. ضيوفي الكرام حياكم الله مجددا. استاذ عادل نبدا مع حضرتك اليوم بعد ان نشهد هكذا قرارات حكوميه باعتماد سعر الصرف 1300، لربما تحدثنا عن الكثير من القرارات، التعامل بالعملة العراقية، التعامل بالفيزا كارت والماستر كارت، التعامل الإلكتروني، غيرها من هذه الإجراءات، ولكن هذا الإجراء هل تثمن بأنه هو إجراء جديد مدى فاعليته وكيف تنظر إليه؟ بدأ تحياتي لك أستاذ أحمد ولضيفيك الكريمين ولمشاهديكم الكرام أينما كان. ابتداء دعني أقول أنه 100 يوم التي تعطى للحكومات يعني كتقييم أداء، سواء تقيم هي نفسها بنفسها أو تقيمها الأحزاب التي جاءت بهذه الحكومة، اليوم يعني حقيقة يعني اختتم السيد السوداني 100 يوم بقرار جريء وشجاع ومبارك، هو سيفتح صفحة آفاق جديدة وتعاطي حكومي جديد. نحن نعلم جيدا، أنا على مستوى الشخصي قلتها مرارا وتكرارا، وإن كان الحديث عن صعود الدولار مقابل انخفاض العملة العراقية هو حديث اقتصادي بحت، ولكن الجنبة الاقتصادية بتقديري فيه لا تتجاوز 20%، وتبقى القضية مغلفة بإطار سياسي نسبة 80%. يعني حتى اليوم السوداني وكأنه شاطرنا هذا الرأي، إذ قال أنه الحكومة السابقة في 2021 عندما ذهبت إلى رفع سعر الدولار هذا كان يعني قرار غير مدروس، وفعلا بمعنى آخر أنه هذا القرار الرفع هو قرار سياسي. نعم. واليوم أيضا إذا ما أردنا أن نتساءل بواقعية وبإنصاف وبمنطقية. نعم. يعني إحنا قبل 24 ساعة نتحدث عن سعر صرف ما يزيد على 165، قد يلامس 170، يعني هذا التذبذب من 160 إلى 170. هل أن ثمة يعني موضع اقتصادي في عرض وطلب تعرض له الدولار والعملة وبالتالي دفع بالعملة إلى الانخفاض؟ لا، الجواب بكل تأكيد لا، حتى وإن كان هناك معطى لا يذهب بهذا الاتجاه، ولكن القرار هو سياسي. اليوم حقيقة توصية البنك المركزي يعني كانت في محلها، تصديق الحكومة وإقرار مجلس الوزراء السعر الجديد 130، أنا بتقديري هو سيفتح آفاق جديدة. وبالمناسبة دعني أقول في هذا المقام أنه لا يقتصر عمل الحكومة على ما وصلت إليه من نجاحات في تثبيت سعر صرف جديد للدولار، اللي هذا يقتضي قضيتين. القضية الأولى أنه سيعاد النظر في الموازنة اللي تشتغل عليها الحكومة بناء على سعر الصرف الجديد. نعم. هذا جانب. الجانب الآخر، هناك حزم، يعني حزمة من القرارات المتعلقة في هذا المقام، سواء في قضية الرقابة. نعم. أو في قضية التداول، نأتي إليها تباعا هذه قضيتين أستاذ عادل، ولكن خلينا نرحب بالأستاذ محمد البغدادي. أستاذ محمد، يتحدث ضيف الكريم الأستاذ المانع
عن هذه الإجراءات، خلينا نفسر أنه شنو معناها لما تعتمد الحكومة سعر الصرف 1300، يعني تعتمد من قبلها من الفيدرالي أو هنالك تنسيق؟ خلينا نفكك هذه العبارات لو سمحت من وجهة نظر اقتصادية. نعم، أول شيء أحب بكم وبجميع ضيوفكم بالبرنامج. موضوع الدولار أنه يعني أنا أشوف وجهة نظري أنه التذبذب الكبير ما بين سعر لما كان بحدود 1200 وتم رفعه الى 1500 وبعدين ارتفع اكثر ل 1700 تقريبا ويرجع ينزل ل 1300، هذا تذبذب كبير. احنا في سوقنا راح من باكر راح نشوف هسه الكوارث راح تصير، انه لان سوقنا كلية طالب ومطلوب، اللي مطلوب بالدينار واللي مطلوب بالدولار واللي اسمه، راح تبتدي ناس مضروره وناس مستفيده من هالتذبذب الكبير. احنا يعني في الحكومات السابقة لما رفعوا السعر من 1200 إلى 1500، إحنا في وقتها اعتبرناه كارثة في حق التجار، لأنه للمضرة اللي صارت على البعض. وبالتالي أنه رفع سعر الدولار لما من 1200 إلى 1500 انضر به شريحة الموظفين أكثر شيء، اللي هم يقبضون رواتبهم بالدينار العراقي، وأغلب ما موجود بالأسواق هو بالأسعار، يعني مواد مستوردة ومكلفة بالدولار، لذلك ارتفع صار تضخم كبير في الأسواق. يعني تلقى أو يعني اللي خسر به هو المستهلك اللي هو الموظف أكثر شيء. ففي وقتها اقترحنا كمقترح، أنه كنا بوقتها كنا نسمع أنه أكو نية برفع الأسعار، فاقترحنا مقترح على البنك المركزي في وقتها انه يكون الارتفاع تدريجي في نافذه بيع العمله، كان يكون انه 10 دنانير شهريا. فراح تلقى مثلا اول رفعه راح تكون شويه بلبله راح تصير بالسوق، ثاني الشهر الثاني راح تصير طبيعي، وبالتالي انه السوق راح يمتص التغير هذا بشكل تدريجي وبالتالي ما راح ياثر عليها. وهذه عوده الدولار من يعني السعر الرسمي 1500 والسوق السوداء بحدود 1650 كم، ونزوله الى السعر ال 1300 حاليا، وطبعا هو ب 1300 سعر البنك المركزي، لكن المواطن الاعتيادي راح يحصله ب 1320 حسب ما صرح بالبنك المركزي. وانا باعتقادي انه حيكون سعر السوق السوداء ما بين ال 1350 الى 1360. هذا كان الافضل، انه لو نزل البنك المركزي تدريجيا كل شهر 10 دنانير، وبالتالي راح يمتص السوق هالصدمه هاي اللي راح تولد كوارث، واللي هسه تذكرها من بعد شوي راح تبتدي المشاكل ما بين التجار، انه هذا طالب وهذا مطلوب وهذا سدد وهذا ما سدد والى اخره. لكن نرجع نقول انه المواطن العادي حاليا هسه اللي يروح للسوبر ماركت ما راح يلقى السعر راح نزل بحدود 25-26% مثل ما نزل سعر الدولار، لانه راح يبقى ابو السوبر ماركت يعني مسعر البضاعه المستورده عليه، يعني اقصد اللي مشتريها بالدولار هو وبيعها بالدينار العراقي. نعم. مسعرها على 1650، بس هي بالصعود يصعد الماده، بس بالنزول ما تنزل. هو هذا فلهذا انه ما راح تلقى. طيب. انه يستقر السوق الا مو اقل من شهر بعد يلا يبتدي. نعم. السوق. طيب استاذ محمد. ارحب بضيفي الكريم مجددا الدكتور مظهر محمد صالح. دكتور مظهر، يعني حضرتك في تصريح ولقاء سابق تفضلت بان هذه الخطوه راح تعقبها خطوات مماثله تكون اكثر جراه ونوعيه بطبيعه الحال، راح تعالج تصدعات الاخفاق في رسم السياسه الماليه الخادمه لطموحات المواطن والحكومه. كيف نفكك هذه العباره؟ نعم، الحقيقة ما يعني القرار اتخذه البنك المركزي العراقي وأيده طبعا مجلس الوزراء انبنى على سياسات البنك المركزي نفسه. البنك المركزي مؤسسة استقرار بصراحة، وظيفته هو تحقيق الاستقرار. لكن الحقيقة اللي جرى يعني خلال الأشهر الأخيرة أنه مستويات الأسعار في تصاعد، والخطورة أنه المستوى العام الأسعار بدأ يلامس أكثر من 10%. بالسياسه النقديه اذا دخلت التضخم مرتبتين عشريتين، البنك المركزي يرفع العلم الاحمر بصراحه، وبالتالي يتدخل بقوه في انضباط السوق، ولا يكون خارج اهدافه بصراحه. الحقيقه اللي جرى انه احتياطات البنك المركزي اللي بلغت 215 مليار دولار لا تتناسب مع الانخفاضات الكبيرة في سعر الصرف والارتفاعات الكبيرة في الأسعار، وعليه
ما قام به البنك المركزي من اجراء هو اعاده الانضباط الى السوق ولجم الارتفاعات السعريه ولجم هذه الاختلالات الكبيره اللي تركت للمضاربه دور كبير ومساحه كبيره في حياه المواطنين. الاستقرار سعر الصرف واستقرار مستوى المعيشه حق من الحقوق المدنيه للانسان بالعراق بصراحه، وبالتالي يجب الحفاظ على هذا الحق، وما قام به البنك المركزي هو تنفيذ سياساته ان يحافظ على التضخم بمعدلات تتناسب مع مستوى المعيشه. طيب يعني بهذه الحاله دكتور مظهر، يعني القرار هو مهم، لكن الاهم من القرار انه ما بعد هذا القرار في التطبيقات اللي اشار لها السيد المانع والسيد البغدادي، يعني من المتوقع حسب الضيوف الكرام ربما هناك ستحدث اشكالات على المستوى التجاري بين التجار، بين التاجر المفرد والمواطن العراقي، هذه الامور كيف حسبت الحكومه حساباتها لتمشيه هذه الامور البسيطه؟ الاسواق هي تربح وتخسر بصراحه. نعم. لكن ماكو توجه بس ربح بصراحه، هذا ريسك بربح وبخساره، تبقى السياسات الاقتصاديه اعلى من المسائل هاي. السوق كله تكيف الحقيقه للتضخم. يعني اللي كان مستورد اللي مستورد ب 1450 كيف الاسعار الى 1700 بالحقيقه. الاسعار زادت بشكل طفرات غير صحيحه بالحقيقه. وبالتالي يعني ماكو تناسق، يعني لاول مره بالحقيقه بتاريخ العراق ان السوق يقيد السياسات الاقتصاديه والسياسات الاقتصاديه بالعراق، للاسف الشديد يعني هذا اللي جرى يعني. سياسه البنك المركزي سياسه استقرار لا يعلى عليها. حياه الشعب العراقي واستقرار مستوى عيشه رقم واحد بصراحه. تبقى القضايا الفرديه ربح وخساره هي هذا السوق يتحملون الريسك بالحقيقه. الريسك مو بس يتحمل المواطن، مواطن يتحمل مخاطر. المواطن العادي اللي دخله ثابت يتحمل كل المخاطر هذا. فيجب ان نحافظ على حياه المواطنين اللي هم الشعب العراقي كله. طيب استاذ عادل، يعني تحدث ايضا عن التلاعب. ثانيا يعني السوق التجاري راح يكسب. نعم. من هذا الارتفاع بسعر صرف الدينار العراقي. طيب دكتور استاذ عادل، يعني الدكتور مظهر محمد صالح يتفضل بانه السوق ربح وخساره وهذه هي طبيعه التجاره، بالتالي نتحدث عما هو اكبر من الشارع العراقي واكبر من هذه الاشكالات البسيطه. نتحدث عن تهريب العمله، غسيل الاموال، المضاربه بالعمله الاجنبيه، هذه المعادلات السياسية اللي أثرت في الاقتصاد كيف ستنحو منحاها بعد هذا القرار؟ لا هو الحقيقة يعني في قضية أنا بودي يعني أعلق على ما تفضل به ضيفك الكريم، أنه هذه الإشكالات اللي تحصل بالسوق أنا بتقديري ضئيلة جدا، ليس هناك من الإشكالات، لأنه اللي رأس ماله دولار فهو دولار، يعني سواء كان الدولار 1700 او كان الدولار 1300 هو رأس ماله دولار، واللي رأس ماله عراقي ايضا هو رأس ماله عراقي، يعني ليس هناك من ضرر حتى في الدائن والمدين. عادة ما الاسواق العراقية يعني في اي تجارة كانت سيارات عقارات مواد غذائية وهي الشركات كلها تتعامل بالدولار، فبالتالي حتى اللي مشتري دائن ومدين هو بالتسديد، لا راح صاحب الشركة ينظر بالتسديد لأنه يسدد إلى ما قيمة الدولار، ولا من يسدد مدين هو راح ينظر، فلا أعتقد أن هناك ثمة إشكال. القضية الأكبر أنا بتقديري أنه دفع الولايات المتحدة الأمريكية، هو من حركها أمريكا حركتها باعتراف الحكومة الحالية حكومة السيد محمد الشيع السوداني على انه يقول تفاجئنا يعني بعد استلام الحكومه انه هناك اليه من البنك المركزي العراقي مع الفدرالي الامريكي، يعني بحكومه الكاظمي متفقين عليها، متفق عليها، وقد اخبرت امريكا الحكومه السابقه على انه حزمه التطبيقات الجديده او الرؤى الامريكيه في هذا المقام ستطبق أو ستدخل حيز التطبيق في يوم 2/1/2023. نعم. يعني من اجت حكومة السوداني تفاجأت بهذا الاتفاق، ولهذا ذهبت إلى التعجيل.
بمجموعة من الإجراءات اللي الحمد لله والشكر أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه اليوم. من أنا بتقديري ونصر كبير ونصر مؤزر أن نذهب إلى هذا السعر. هنا قضية الحفاظ عليه، الحفاظ عليه ومقابل الملفات الأخرى اللي يثيرها المنطقة. ولهذا أعتقد أنه الحديث اللي جرى بين محافظ البنك المركزي السيد علي العلاق ونائب الفدرالي الأمريكي في تركيا، هو كان واحد من الأوراق العراقية التي تمكن العراق من التلويح بورقة الضغط اتجاه الأمريكان، لأنه يعلم علم اليقين أنه أصول اللعبة الجارية وما تدفع به الولايات المتحدة الأمريكية من تريد أن تفرض شروطا على العراق في قضية ادعاءات أمريكية كثيرة. وإحنا شفنا الإعلام الحقيقة اللي زيف الصورة، أنه إذا ما تسأل أي واحد يتابع الإعلام والبث هذا الغربي العربي الأصفر الكذا المغرض يقول لك هاي أموال العراق مهربة، الدولار يهربون لإيران، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية فرضت هذه الشروط، هذه الرؤية الأمريكية. واقع الحال لا، هسه أستاذ مظهر يعني بين جنبينا، وكما يقال لا يفتى وكذا في المدينة. أنه التحويلات اللي جرت إلى الإمارات وإلى الأردن تفوق بكثير التحويلات اللي جرت إلى إيران، هذا جانب. طيب. الجانب الآخر هناك تلاعب، يعني هناك رعاية سياسية لبعض الشخصيات وبعض يعني الكتل والأحزاب لأنها منتفعة من هذا، فيكون الغطاء السياسي اللي أوصلنا إلى تدهور اقتصادي. هذه مشكلة كارثة. فالآن ترتيب الأوضاع أنا بتقديري الشخصي يجب أن يعاد من جديد، لأننا الحقيقة في نظام بنكي يعني آيل إلى السقوط. يجب أنه أن يصير لنا نظام بنكي جديد مثل ما يتعاطى العالم كله. العالم كله ما يشيل كاش بجيبه، يشيل بطاقات ائتمانية، كريدت كارد، فيزا كارد، شو سميها ما شئت، حسب الدولة اللي تتعاطى بها. هذا أنت هذا رصيدك موجود بالبنك وأنت تتعامل بالبيع والشراء من خلال البطاقة الائتمانية. هذا راح يكون داعم إلى العملة. طيب. يعني هذا واحد ما يدعم العملة. عفواً أستاذ عادل. يعني أستاذ البغدادي يتحدث الأستاذ المانع عن ما يدعم العملة، ونذهب إلى ما صرح به رئيس الوزراء بدعم العملة عن طريق نصح المواطن العراقي بعدم اقتناء الدولار باعتبار أن تعاملاته بالدينار. أيضاً قال بأنه هنالك مسألة كانت سائدة هي نافذة بيع العملة، وهذه نقطة سوداء في النظام المصرفي، وبأن التصويت على طلب البنك المركزي بتعديل سعر الصرف إلى 1300 دينار لكل دولار واحد كان هذا هو العلاج المناسب. كيف تنظر إلى هذه الإجراءات؟ نعم، بالنسبة لموضوع خفض قيمة العملة، المستفيد الأول والأخير هو فيها المواطن، والمواطن إنه احتكاك مباشر بالبضائع المستوردة اللي هي يعني تقريباً 95% من ما موجود بالسوق، وإحنا ما عندنا صناعة وطنية بصراحة، لأنه كل صناعتنا وكل البضاعة الموجودة بالسوق مستوردة، لذلك إنه كل شيء مرتبط بالدولار، والاستغناء عن الدولار شوية يعني أنا أعتقد إنه صعب جداً، لأن حالياً المواطن اذا تجي مثلا تشوف مثلا البضائع الاستهلاك اليومي بالدينار دي تنباع وتنشر، لكن كل حاجه مثلا غاليه تلقاها دائما تلقاها بالدولار تنباع، كان يكون مثلا السيارات، العقارات، المكائن، المصانع، كل اشياء باهظه الثمن تنباع بالدولار. فلذلك انه ما ممكن المواطن العادي فقط، انه رجل الشارع، الموظف، المستهلك، غالبية الشعب يستخدمون الدينار العراقي لتداولاتهم اليومية، لكن الأمور الكبرى الغالية الثمن كلها تنباع بالدولار، وبذلك لا يمكن الاستغناء عن الدولار بالوقت الحالي لشراء مثل تلك المواد الباهظة الثمن. وبالتالي أنه أيضا أنه في بعض الدول مثلا في تركيا أو مثلا في إيران مثلا عندهم صناعة محلية،
صناعة حقيقية. احنا ما عندنا صناعة حقيقية، احنا ما عندنا شيء اسمه صنع في العراق. لذا لان والدليل انه خليه يتوقف الاستيراد عن هذا المصنع اللي ينتج حاجة معينة مباشرة راح يتوقف، لانه اعتماد كلي على البضائع المستوردة، المواد الأولية المستوردة. وبالتالي لانه الاتفاقيه العالميه، اتفاقيه الغاز العالميه ذكرت انه يعني اي ماده لا يمكن تكتب عليها صنع في العراق ما لم يكن القيمه المضافه لها تزيد عن 40%، وهذا ما عنده هيك شيء احنا بالعراق، ما عنده هيك شيء. وبالتالي انه من الخطا انه نكتب على اي شيء صنع في العراق، ولذلك ما عندنا احنا صناعه عراقيه. هذه المواد البسيطه اللي موجوده بالاسواق اللي مكتوب عليها صنع في العراق هذا خطا شائع، واعتماد كلي على المواد المستورده، على المواد الاوليه المستورده. هذا ما يمكن. اما بالنسبه لباقي المواد اللي يستهلكها المواطن، كان يكون مواد غذائيه وملابس والى اخره، وما يجده في السوبر ماركتات ومنظفات والى اخره، فكليتها مستورده، وده تستورد بالدولار وتحول على ودي يشتريها المواطن بالدينار العراقي. لذلك انا متاكد انه من هنا الى 20 يوم او شهر يلا يلمس المواطن هبوط هاي الاسعار، بعد ما تنفذ من كل سوبر ماركت تنفذ المخزون مالته ويشتري بالجديد بالسعر الجديد، يلا ذاك الوقت يلا راح يسبه. لذلك نصيحتي للمواطن العراقي انه شوي يتريت بالشراء الى ان يلمس النزول بحدود 25% من قيمه المواد بالسوق، يلا يشتري. نعم. طيب دكتور مظهر، يعني شخصيات سياسيه ومتخصصين ومتابعين ضمن وكتل سياسيه من ضمنها المجلس الاعلى الاسلامي متمثل ب الشيخ الدكتور همام حمودي، أشادوا بهذه الخطوة، وصفوها بالجريئة والشجاعة، ويشدون على أيدي الحكومة وعلى أيدي البنك المركزي بهذا القرار الشجاع. بالتالي هذا الإسناد المجتمعي من قبل الكتل السياسية، الشخصيات الفاعلة، هل من الممكن أن يخلق حالة جديدة في مسارات العملية السياسية وسط هذا الاقتصاد السياسي أو الوضع الاقتصادي الذي سيتسم بالاستقرار؟ نعم، الحقيقة البلد ما يتحمل أكثر من أزمة، يعني ما يتحمل أزمة سعرية، أزمة سعر الصرف، يتحمل أزمة سياسية في آن واحد، وأزمات اجتماعية. فلذلك أنا أعتقد فرض الاستقرار في سعر الصرف هو حل واحدة من أكبر الأزمات، يعني تمس حياة الناس، تمس حياة العيش اليومي بالحقيقة. لذلك يعني حل هذه الأزمة أنا في تقديري يفضي جو من التفاهمات أكبر، يعني من تتفاقم الأزمات تتفاقم المشاكل. فحل هذه الأزمة مهمة. ذكرتني بشيء أستاذي العزيز. نعم تفضل دكتور. عام 2015-16-17 أيام ما كان العدوان الداعشي آنذاك، ودخلنا اتفاق ويا صندوق النقد الدولي بالحقيقة، كان السؤال احنا عندنا ازمه ماليه طبعا وعندنا ازمه امنيه، وكان السؤال انه اكو عجز بالموازنه، هل نغذيه عن طريق تخفيض سعر صرف الدينار العراقي؟ الحقيقه كان يعني حتى المشاورات في صندوق النقد الدولي انه هل تتحملون ثلاث ازمات في ان واحد؟ يعني ازمه ماليه وازمه امنيه وازمه تضخم سعر الصرف بالاضافه الى ازمه سياسيه كانت انذاك، فاربع ازمات يتحملها البلد يتحمل هكذا. نعم. انا اعتقد ايدك وايد ما قال سماحه الشيخ همام حمودي العزيز انه حل ازمه سعر الصرف وفرض الاستقرار في الاقتصاد العراقي هو السبيل لحل ازمات كثيره. نعم. طيب نعم. هل هذا القرار يعني يكون ممهد لتحقيق الاقتصاد والتنميه المستدامه؟ ما دام ترافق سياسات اخرى. نعم. يعني سياسه البنك المركزي سياسه الاستقرار هي سياسه واحده تمثل خيمه، تمثل جو للاستقرار، لكن هذا الجو يجب ان يستخدم لاغراض التنميه، لاغراض التقدم الاقتصادي، البلاد بحاجه الى استقرار بصراحه، استقرار سعري حتى الفعاليات الاقتصاديه الاخرى تنطلق، والا بالنتيجه يعني ما قيمه هذا الاستقرار والبلد ببي تنميه ويتعثر في كهرباء ويتعثر في بنى تحتيه ويتعثر في مستويات البطاله اللي لا زالت مرتبتين عشريتين. انا اعتقد هذا الجو الاستقراري يجب ان يستخدم لاجواء لاطلاق التنميه، يعني فاعتقد يعني هي الخطوه الاولى هو الاستقرار، والخطوه الثانيه هي الشروع في التنميه لاعاده بناء البلد بالحقيقه. وانا اعتقد العشر سنوات القادمه يجب ان نضع على السكه الصحيحه لاعاده بناء الاقتصاد العراقي بشكل صحيح. طيب
مصلحة المواطن وقوت الشعب. أستاذ عادل المانع، نتحدث عن هذه السياسات الحكومية اللي وصفت الحكومة نفسها بأنها حكومة خدمات. ما دام أن هذا الوسم أصبح أمام نصب أعينها، فبالتالي هذه القرارات هل ستحقق ما يطمح إليه الشعب؟ ونتحدث هنا عن وفرة مالية، نتحدث هنا عن بناء موازنة، نتحدث عن الرواتب، ونتحدث حتى عن التعيينات. بالضرورة أنه حكومة الخدمات يجب أنه أن تذهب أن تلامس جراحات الناس، يجب أن تزيح عن كاهل المواطن هذا العبء الثقيل. ولهذا ذهبت، يعني هو احنا اليوم نتحدث عن القرار الشجاع الجريء للسيد السوداني باعتماد سعر الصرف 1300 للدولار مقابل الدينار العراقي. هذا طبعا سبقته مجموعة، مو بس هذا القرار، هذا يعني توجت الإجراءات السابقة بهذا القرار الجديد. منها مثلا على سبيل المثال، ويعني هنا في هذا المقام أنا بودي أن أتقدم بالشكر الجزيل للأخ وزير التجارة حقيقة لما أبداه من رؤى ولما أبداه من فعل في داخل الشارع العراقي. يعني تبنت وزارة التجارة مواد أساسية بأسعار مدعومة من قبل الدولة. يعني البيض اللي كانت طبقة البيض 7000 دينار، وزارة التجارة نزلت سيارات للشارع. أنا شخصيا أخذت من عندها، يعني مو رواية، دراية، أنا شخصياً أخذت منهم 4750 دينار. الدجاج أيضاً المادة الأساسية الثانية اللي تباع، سعر الكيلو الدجاج 3000 دينار، دجاجة أم الكيلو 3000 دينار، أم 1200 يمكن 3500. الطحين أيضاً، هذا كلها إجراءات كانت موجودة قبل أن يأتي هذا القرار، وتتوج هذه الإجراءات بهذا النجاح. فهي حكومة خدمات، فعلا حكومة خدمات لغاية الآن. وإن يعني ليس من المنطق العام أنه أن يعطى حكم أو رأي بالحكومة وهي عمرها 3 أشهر وهي دخلت شهرها الرابع، لأنه يصير يعني إجحاف على أنه هناك لابد أن تقطع شوطا كبيرا حتى يتبين للمتابع الشأن السياسي من جهة، وللشارع من جهة أخرى، مواطن عمل الحكومة بشكل عام. لغاية الآن الحكومة نجحت نجاحا كبيرا في هذه الأشهر الثلاثة بتقديم عنوان الخدمة. يبقى الخدمة الأكبر أنا بتقديري اللي جنابك سألت عليه أستاذ مظهر، انه في قضيه التنميه. شوف الامريكان، خليني اقول لك شيء ولو اخذ من وقت الاخوان ولكن يسمحوا لي. الامريكان ليش ضربوا على وتر ملف الكهرباء بالعراق؟ وهم ممسكين في قضيه الكهرباء. وانا اتذكر الشلبي رحمه الله عليه قالها جهارا نهارا على مرعى ومسمع من الناس، وهذا الحديث موثق في برنامج باليوتيوب، انه سئل في حكومه المالكي الاولى، هذا نحكيها بال 2006 مع كيسي اللي هو قائد القوات الامريكيه، دا يسال السيد المالكي شنو اولويات حكومته؟ قال له الامن والكهرباء. رد عليه كيسي قال له امضي بالامن ودع الكهرباء. يقول مرحوم احمد شلبي انا انتفضت، يعني ما انت شنو الامريكي تتدخل بهذا الموضوع؟ فرديت رد قاسي. هذا نستشف من عنده انه هناك ضغط امريكي او تدخل بالاحصاء، وليس ضغط، تدخل امريكي للحيلوله دون مضي العراق بالقضيه الانتاجيه والصناعيه اللي اشار لها ضيفك الاخر. اللي هي انت تريد انه ان تخلي البلد غير مفعل من حيث التنميه، ماكو كهرباء. طيب. والا كيف تعمل فيما يخص المصانع؟ هذا في القريب العاجل. نعم، خليني اقاطعك استاذ عادل. استاذ محمد البغدادي في جزئيه ايضا مهمه، هي في بناء الموازنه، ونحن على اعتاب
تقديم هذه الموازنة من التنفيذ إلى التشريع للمصادقة عليها، هل ستتغير بعض المعادلات وفقا لهذا القرار؟ مؤكدا، لأنه الموازنة بنيت على سعر 1350 وهسه حاليا 1300، فلذلك راح ينزل، يعني تم رفع قيمة الدينار العراقي استنادا على هالشيء هذا، ولو انه يعني احنا ملاحظاتنا الخاصة انه الموازنة متأخرة جدا، يعني المفروض انه من شهر السابع او الثامن السنة الماضية المفروض تكون أقرت الموازنة ودخلت حيز تنفيذ، يعني من اعتبار من 1/1، لهذا احنا الى هاللحظة هاي لم تقرر الموازنة، ولم يعرف لم تعرف كل وزارة ما هي مستحقاتها، ما تعرف كل محافظة، ما تدري هي كم راح يجيها من الأموال، بعد ما تجي هالأموال هاي ما راح كيفية انه أولوية او كيفية تقسيمها على المشاريع حسب أولوياتها، كل وزارة ما تعرف انه ايش قد راح يجيها مبالغ حتى تصرفها وين راح تصرفها، فلذلك انه الموازنة راح يعاد تقييمها من جديد وتعاد مبالغها ويعاد احتسابها من جديد كل شيء، فلذلك انه يجب ان تتغير الموازنه. نعم. جزيلا استاذ محمد البغدادي المشرف العام للمركز الوطني الاقتصادي، اثريت الحوار في هذا الملف والشكر كثير لحضرتك. الدكتور مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصاديه، اثريت الحوار وانضممت معنا مباشره عبر الاقمار الاصطناعيه، والشكر الموصول لجنابك الاستاذ عادل مانع عضو ائتلاف دوره القانون. ضيوفا كراما اثريتم الحوار، بعد الفاصل نتواصل مشاهدي الاحبه. حياكم الله مجددا، اهلا ومرحبا بضيفي الكريم الاستاذ صفاء الموسوي عضو مفوضيه الانتخابات الاسبق، حياكم الله استاذ صفاء. اهلا وسهلا، حياكم الله. الحكومه عازمه على اجراء الانتخابات للمجالس المحليه في تشرين الاول من هذا العام. رئيس الوزراء ملتزم بالسياقات ولكن هنالك اشتراطات امنيه، من هذه النواحي اللوجستيه نستطيع ان نصل بالانتخابات الى الشهر العاشر؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية شكرا لكم على هذه الاستضافة. طبعا ما يتعلق بموضوع الانتخابات، كما هو معروف أن الحكومة الحالية هي جعلت ضمن المنهاج الوزاري أن يعني تجري عملية انتخابات على الأقل يعني خلال فترة 3 أشهر الأولى فيما يتعلق بالقانون وفيما يتعلق يعني يعني تهيئة الأجواء المناسبة من أجل إجراء هكذا انتخابات. طبعا احنا لو نحسب الآن، إذا كان هو طبعا القانون الآن كمسودة هو موجود، يعني بالتالي يجب أن يطرح في البرلمان ويتم التصويت عليه. هنا أمامنا أمران، الأمر الأول أن تكون هناك إرادة سياسية حقيقية بين جميع الكتل الفاعلة في مجلس النواب، وأعتقد أنه هذا إلى حد ما هو محرز كما يعني نسمع من الإعلام وكما عبرت الحكومة عن جديتها في هذا الموضوع. أما ما يتعلق من ناحية لوجستية وكذلك ناحية أمنية، فأنا أعتقد أنه إذا إحنا الآن يعني بالشهر الثاني وإذا كان الأمر يعني إلى شهر ثالث، أعتقد أن مع جهوزية يجب أن يعني نتأكد أول مرة من جهوزية المفوضية، فإلى الشهر نعم. العاشر ربما نعم، إذا يعني توفر أمر القانون نعم. انتهينا من عنده، وكذلك التخصيصات المالية طبعا أيضا هنا ضرورية، لأن تعرف حضرتك التلازم أكو تخصيصات مالية لإجراء بالتأكيد. الانتخابات أنا أعتقد الخبرة الموجودة عند المفوضية هي أكثر من كافية طيب. في هذا المجال في بس لازم نوفر هذه نعم. الأمور، يعني قانون زائد تخصيصات نعم. مالية زائدا الإعداد نعم. لهذه الانتخابات، يعني من خلال في قضية الخبرة استاذ صفاء اذا تسمح لي، الاجتماعات السياسية اللي عقدها تحالف إدارة الدولة ناقش بها الانتخابات المحلية، وربما ما يميز هذا الاجتماع هو حضور الخبراء المختصين في الشأن الانتخابي لمتابعة تفصيلات استكمال الاستعدادات الخاصة بهذه الانتخابات. نعم، هذا الشيء انا يعني تحدثت بداية حديثي بأنه يعني إجراء المشاورات، التهيئة لقانون ومسودة، لكن تعرف حضرتك احنا يعني من باب الأمر الواقعي بأن هنا يجب أن يعني يتم الركون إلى أن تكون هناك أغلبية حتى يتمرر القانون، لأن تعرف حضرتك الآن الآلية هي آلية التوافق الموجودة نعم. فبالتالي لازم نحرص أن القانون يمر بالشكل اللي يكون عليه هناك توافق، إضافة إلى أنه يجب أن تكون هناك يعني أريحية في هذا القانون من ناحية أن يفتح المجال
إلى قطاعات أخرى يمكن أن تشارك. هذا الأمر أنا حقيقة يعني لا يمكن البت به إلا بعد التصويت على القانون. هذا من ناحية. بس من ناحية أخرى نعم أنا أراهن على جدية الحكومة، لأن مثل ما ذكرت لحضرتك أنه كان هناك التزام مسبق بالبرنامج الوزاري، وأنا أعتقد اليوم الحكومة هي جادة من خلال يعني عقد الاجتماعات، من خلال استمزاج آراء المختصين في الذهاب إلى هذا الموضوع. يبقى عندنا التركيز على الجوانب اللوجستية والفنية، أعتقد المفوضية في هالمجال هي لديها خبرة كافية من أجل أن يعني تمضي باستكمال باقي الإجراءات إذا طلب منها ذلك. طيب يعني ليست الحكومة مهتمة بهذه الإجراءات الفنية، بل حتى مجلس النواب أستاذ صفا وعبر لجنته القانونية واصل استضافة ملاكات مفوضية الانتخابات. هذه الروح التعاونية كيف تنظر إليها في إنتاج انتخابات حرة نزيهة شفافة؟ نحن نمر بعشرين سنة بعد التحول الديمقراطي. نعم، موضوع يعني إجراء أي انتخابات وبالتأكيد يحتاج إلى أن تكون هناك أجواء من التفاهم وأجواء من يعني تبادل الآراء، إضافة إلى أنه المنظومة القانونية الحاكمة للانتخابات هي حقيقة هناك أدوار جزء منها يعني كدور يختص به المفوضية، والجزء الآخر يختص به البرلمان، وجزء تختص به الحكومة. بالتأكيد إحنا إذا أريد نذهب إلى إجراء انتخابات يعني تتمتع بمشاركة شعبية مهمة، لأنها مسألة جدا مهمة، حتى شنو حتى تطي شرعية إلى يعني مجلس النواب أو مجالس المحافظات اللي راح تنتخب. هذا من جانب. من جانب ثاني هو ما يتعلق بنفس الانتخابات، بحيث تكون انتخابات يعني نزيهة، لأن تعرف حضرتك أنت راح تشارك هناك فرق رقابة دولية يعني لمشاهدة ما يجري في هذه الانتخابات، وبالتالي هذه كلها راح تصير أشبه بالغطاء القانوني الدولي لهذه الانتخابات. ذكرت لحضرتك أنه نعم اليوم الحكومة هي كما يبدو جادة في موضوع أن تستكمل هذه الخطوات التزاما بالمنهاج الخاص بها، ونعتقد أنها هي هذه يعني خطوات مطمئنة، لكن بشرط. أنا حقيقة يعني أعتقد هذا الموضوع ما غايب عن بال الحكومة، بأنها أن تحاول استمزاج كل آراء الفاعلين السياسيين، لأن هذه مهمة حتى نذهب بانتخاب يعني للانتخابات بأريحية كاملة. طيب. نعم. خصوصية الانتخابات المحلية أستاذ صفاء يعني تتركز حول ليس المحافظات الهادئة، بل المحافظات التي تعاني من بعض الإشكالات، مشكلات النزوح، لربما مشكلات سياسية بدأت تظهر وتتفاقم، إقصاء سياسي. هذه المشكلات كيف من الممكن معالجتها؟ وإن كانت المفوضية هي معنية بالجوانب الفنية، ولكن الجنبات السياسية أيضا حاكمة. نعم، هذا الموضوع طبعا أود أن أذكر بأنه أصلا يعني مجالس المحافظات هو يعني موضوع دستوري، لذلك من الخطأ الجسيم أن تهمش أو تلغى مجالس المحافظات. ما أعرف أنا بعض القرارات اللي صدرت سابقا ربما عليها ملاحظات، لكن الآن حسنا فعلت الحكومة بأن تعود إلى قضية يعني إلى أحياء انتخابات مجالس المحافظات. عزيزي، إحنا اليوم عندنا النظام السياسي الموجود في العراق بناء على الدستور هو نظام اللامركزية، واللامركزية تشمل الأقاليم والحكومات المحلية. بالتالي الحكومات المحلية هي مفصل مهم في تقديم الخدمات للمواطنين، باعتبارها هي الحلقة الأقرب تكون إلى مواطني كل محافظة. هذا جانب. الجانب الثاني، احنا هنا نراهن على أنه القانون أيضا يجب أنه أن يعني يعطي إضافات جديدة من أجل أن تكون مساحة تمثيلية أوسع، لأن تعرف حضرتك كل ما كانت المساحة التمثيلية أوسع، يعني كل ما أفرزت الانتخابات مجالس محافظات معبرة بشكل حقيقي عن واقع كل محافظة، أعتقد أن هذا سيكون الخط الأول للنجاح في قضية يعني نجاح مجالس المحافظات هذه. هذا من جانب. مجلس المحافظة أيضا هو يمثل السلطة يعني الرقابية على عمل المحافظين، وتعرف اليوم احنا لهذه يعني الفترة الزمنية اللي عقبت يعني تعليق العمل مجلس المحافظة، انه المحافظين هم موحدهم الآن اللي يعني خلينا نقول
يعني يؤدون أدوارهم داخل محافظات، وحقيقة هناك بعض المحافظين نجحوا وبعض المحافظين ربما كانت عليهم إشكالات، وأعتقد أن اليوم أعتقد كان عملية إقالة لمحافظي يعني أحد المحافظات. بالتالي إحنا حتى نصلح هذا الأمر يجب أن نذهب نعم إلى أن يعني القانون قانون الانتخابات يكون فيه من المواد ما يعزز أن ينتجنا مجلس محافظة يعبر بشكل حقيقي عن واقع المحافظة وعن المكونات الموجودة فيه، من أجل المضي بأن تكون هناك مجالس محافظات ناجحة وتؤدي دورها كما رسمه الدستور والقانون. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ صفاء الموسوي عضو مفوضية الانتخابات الأسبق، أثريت الحوار في هذا الملف وضيفا كريما في الأستوديو. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.